الشعبية لمناصرة الجيش الوطني في الحفاظ على الدين والأرض والسيادة والشرعية التي
للجيش الوطني والمقاومة الشعبية لاستعادة الشرعية والدولة ووقف نوع السلاح وتصمت الإصابات لتحدها حتى تضع السلاح وتعيده إلى حضيرة الدولة ويحل السلام في ربوع الوطن كل الوطن ومحاسبة المجرمين والقتلى وعدم السماح بالمزيد من اللعب بالورد والاستهتار بين الشهداء والجرحى وأن يكمل السواعد ونشحن الهمم لاستكمال مسيرة استعادة الشرعية والدولة لنعوض عليها بالنوادر باعتبار الشرعية والدولة هي الطريق الآمن لبناء يمن اتحادي جديد يقوم على النظام الجمهوري يقوم على النظام والقانون وتحترم فيه الحريات وقيم العدالة والمساواة يتحكم فيه البناء والتنمية والإعمار والتقدم وأنتم يا فخامة الرئيس من يضحى الدولة الاتحادية ومن ينادي بها منذ آلاف العمر فمزيدا وتقدما في هذا الجانب فهو برنامجكم لن يعتبر برنامجكم بل وبرنامج الدولة اليمنية وكرر ترحيبي لكم جميعا واوجه الشكر والتقدير لاخواننا وابنائنا في الجيش الوطني والأجهزة الأمنية وكل من ساعدهم من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى ومن خلاله نوجه الشكر الجزيل لقيادة بلدان التحالف العربي وفي مقدمته الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والشيخ محمد بن زايد بن سلطان رئيس والشيخ بن زايد بن سلطان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإخوانهم في دول التحالف على ما قدموه ويقدموه من دعم لوجستي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وفي مجال الإقالة الإنسانية وأسأل الله تعالى أن يحفظ اليمن كل شر ومكروه وأن يرحم شهداءنا وأن يمن بالشفاء على جرحانا وأن يفك أسرانا وأن يمنعنا بالنصر المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاضرون جميعا نبقى الآن إياكم مع كلمة الضيوف مع رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي. لا لا جيب الميكروفون معك لازم الميكروفون هذا الميكروفون هذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول تهنئة بعيد الفطر المبارك السلطة المحلية ولأبناء مارب والقوات المسلحة وقوات التحالف فهذه المناسبة الذي أتينا هنا لزيارتكم لتهنئتكم بعيد الفطر. تهنئة لكافة الشرفاء المرابطين في اليابهات وهم الذين يحتاجون منا كل التحية وكل الشرف وكل التقدير. نقف اليوم إجلالا لصمودكم وتضحياتكم وكم نحن سعيدين جدا أن نلتقي اليوم في مارب. مارب الصمود ومارب القوى الذي واجهت أول ما واجهت الحوثيين وعدهم في عمران لا حد يدخل مارب وقد صدرتم بهذا التحدي قبل كل المحافظات. نقف اليوم في عاصمة مارب عاصمة أقليم سبا. مارب الحضارة والتاريخ مارب الصمود والتحدي نعاهدكم على البقاء معكم في خندق الشرف والكرامة والانتصار لعزتنا وكرامتنا واستعادة دولتنا ودحر الانقلابيين كما احتفلنا في يوم 27 رمضان بالذكرى الاولى لتحرير عدن سنحتفل قريبا بتحرير عاصمتنا صنعاء وعمران وباقي محافظات الجمهوريه. ثقوا من هنا من مارب
التضحية. أننا لن نخون دم الشهداء، ولن ترخص إمامنا أمهات الثكالى والأطفال اليتامى، وأننا نالت الجرحى والمعاقي. يا شعبنا الصامد الصابر في صنعاء، قريبا سنكون بين صفوفكم، وستطهر عاصمتنا من هذه الفئة الخبيثة الضالة. لسنا دعاة باطل ولا عشاق حرب، بل أصحاب حق وقضية ومسؤولية عن شعبنا ووطننا. لن نتراجع عن أحلام اليمنيين في يمن اتحادي تسودها العدالة والمساواة والتقسيم الثروة والسلطة. لن تبقى مارب الخير محرومة من خيراتها كما كان في ذلك حضرموت الحديدة. وعدتكم سابقا من عاصمة المؤقتة عدن، ولا زلت عند وعدي، ومعي كل الشرفاء والأحرار. واليوم أكرر الوعد، من عاصمة سبا سنرفع علم اليمن فوق جبل مران. نعلم جميعا حجم التحديات التي تواجهنا والصعوبات، ونثمن عاليا كل الجهود المخلصة، سواء السلطة المحلية أو قيادة المنطقة العسكرية، والكل مخلصين. نعمل بشكل مكثف لتجاوز الصعوبات وأزالة العراقيل. لن نعطي الانقلابيين ما يريدون، لن نعطي الانقلابيين ما يريدون من شرعنة انقلابهم من خلال مشروعات ومشاورات الكويت. لن يجدوا منا الا الصمود في كل الميادين سياسيا وعسكريا. نحن أمس كنا طول اليوم في صراعات مع الأمم المتحدة ومع مجلس الأمن، يريدون يخرجون من مشروع إسماعيل ولد الشيخ أن نشكل الحكومة ائتلافية بيننا وبين الحوثيين. قلنا سنصدر بيان أننا لن نذهب الكويت، إذا صدر هذا البيان لن نذهب الكويت ولا نحاول. إذا تفكرون أنكم بتجيبون الحوثي على أساس أنه يكون فوق كرسي الحكم، ممثل ريته يمثل اليمن، ممثل لأيران، وأيران يبني لدولة إمبراطورية معروفة فارسية يتكلم بها كل يوم، عندها أكثر من 36 قناة تبث في العالم بأجل جميع اللغات. لن نسمح للحوثي ممثل أيران أن يتطاول على 26 مليون، يتطاول على 26 مليون أنه يحول اليمن
إلى دولة فارسية. لن تكون اليمن دولة فارسية ولن يسوي. كل يوم يجيب لنا كذب وكل يوم يجيب لنا عذر. أنا كشفت مخططهم في عام 1912 وتكلمت في الأكاديمية العسكرية وقلت على إيران أن ترفع يدها من اليمن 2012 عفوا في 2012 تكلمت في الأكاديمية العسكرية وقلت على إيران أن ترفع يدها من اليمن. بعد أن زقرنا منهم مجموعة من الحرس الثوري مدربين وزغرنا مجموعة من المهندسين ومسكنا مجموعة كبيرة من من السفن حاملة السلاح بعدهم لليوم يعني دول الخليج يمسكون سفن حاملة سلاح للآن يرسلون ومصانع صواريخ جراد بها. وحذرت العالم وتكلمت في الأمم المتحدة في 2012 أمام مجلس الأمن وقلت أن إيران تعمل مخطط في اليمن لكي تصل إلى باب المندب، وعند وصولها إلى باب المندب زايد مضيق هرمز ليس تكون بحاجة أن تكون دولة نووية، ستخضع العالم من الممرين، ممر باب المندب وممر مضيق هرمز. بعضهم ما سمعوش وبعضهم سمعوا لكن ما عرفوا إلا في الأخير، ولكن هذا الأخير الذي يفهم الحمد لله مع عاصفة الحزم، ولا لو اليوم اليمن سقط. بس عندما تكلموا هم صرحوا الإيرانيين معهد عض مجلس نواب غالبا عندهم يعني قال الحمد لله اليوم سقطت العاصمة الرابعة نهار سقطت صنعاء، ولهذا السبب قامت عاصفة الحزم وقفوا معها العرب وقفوا معها الدول الإسلامية إلى جانبها. ولا يمكن حتى ولو نوقف من أنفسنا اليمنيين لا يمكن أن الفرس يحكمونا ويستعمرونا، ولا يمكن نخليهم يجلسون. لو نقاتل بأدنى سلاح، لكن شكرا لعاصفة الحزم، شكرا للقيادة لمجلس التعاون الخليجي، شكرا لجميع الدول العربية التي وقفت معنا، شكرا لأخي العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرا لأخواننا في مجلس التعاون الخليجي جميعا وعلى رأسهم يا المملكة العربية السعودية ودول في الإمارات العربية. يجب أن يعرفوا أن ما يقدموه اليوم لن ينساها الشعب اليمني على الإطلاق، وستكون ذكرى في قلب كل يمني لعاصفة الحزم. وعاصفة الحزم جاءت عاصفة الحزم لتحزم، وهذا ما سمعته من جلالة الملك سلمان في العشر الأواخر من رمضان. قال أن عاصفة الحزم ليس لليمن وحده ولكن للمنطقة وللعالم الإسلامي كله والعالم العربي. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.